انا كنت مدرب منتخب الشباب وكانت علاقتي بالدكتور ياسر علاقه قويه جدا جدا، واخواته كنا زمايل في الاهرام، يعني كنت موجود في الاهرام في اداره التسويق الرياضي في الوقت ده. وكان الدكتور ياسر على طول صديق ليا واخ فاضل، كنت احب اقعد معاه دايما، اشوف هو بيكتب، اشوف هو بيعمل الرساله، اشوف هو بيعمل كده، كنت مبسوط جدا بيه يعني بصراحه، ببقى سعيد بشخصيه كبيره زي دي كده. وكنا في رمضان وكان قبل الفطار ب10 دقايق بالظبط او 5 دقايق، يعني الحادثه دي بالظبط كده فاكر، كنا في رمضان شهر رمضان. كنت انت بقى في المحله ولا؟ لا انا كنت في القاهره، وكنت ممكن في القاهره، وقاعد في القاهره وقاعد انا واسرتي وقاعدين كل الولاد وجاهز للفطار. وبعدين بصيت لقيت التليفون، فالشخص بيكلم بيقول لي انت تعرف الشخص اللي موجود؟ قلت له اه طبعا. يعني لقيت تليفون ياسر ايوب اللي بيتصل بيك، ولا ما كنتوش بتسيبوا الارقام ايام؟ لا 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 لا، انا لقيت نمره بترن عليها كتير. تقريبا الدكتور لما الحادثه تمت كان اخر رقم كنت انا بنتكلم مع بعض من سيف، فايده جت على والموبايل وقع منه. فشخص لقى الموبايل، فلما لقى الموبايل الموبايل عمال يرن على طول، فانا رديت على فقال لي تعرف؟ قلت له اه. قال لي لا ده حصل كذا كذا كذا، حكى لي بقى حادثه مروعه يعني، وحادثه كبيره كانت في طريق بلبيس. في الوقت ده انا طبعا يعني كانت صدمه بالنسبه لي، لانه كان كلامه ليا ان هو يعني مات. يعني اللي قال لك البقيه في حياتك شد حيلك الراجل. فكان لنا صديق اسمه استاذ اسامه اسماعيل، وهو صحفي في الاهرام وده اخ فاضل جدا، كلمته في التليفون قلت له انا جالي تليفون من تليفون فلان كذا 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 كذا، انت فين؟ هفوت عليك اخدك. وطلعنا خدته في الطريق وطلعنا على بلبيس. وفعلا طلعت وانا في الطريق ورحت هناك لقيت فعلا الوضع ده، كلمت ساعتها الاستاذ ابراهيم حجازي. كان ايه بقى، عربيه مقلوبه ولا لا؟ ده هو في عربيه كبيره تريلا كده، هو دخل بالعربيه تحت العربيه، فحادثه كبيره يعني. يعني حادثه مش حادثه عاديه خالص يعني. فساعتها كلمت استاذ ابراهيم حجازي، كان استاذ ابراهيم حجازي كان دكتور ياسر في الاهرام الرياضي، وكان استاذ ابراهيم حجازي هو اللي موجود. بسرعه بقى احنا لما رحنا خدناه ورحنا على مستشفى هناك، كانت في الوقت ده طبعا الناس طبعا عماله تقول لا حول ولا قوه الا بالله، خلاص الراجل يعني كان كل الناس في نفس الوقت واحنا موجودين. لقيت الاستاذ ابراهيم حجازي، لقينا بقى عربيات كتيره جت اسعاف، جت من الدوله، جت من شرطه، جت من الجيش. يعني بصراحه على ما وصلنا عند المستشفى العام في بلبيس كان الموضوع بقى تطور، وتم نقل الدكتور ياسر. كان يعني كان سليم ولا كان في جروح لا كان في جروح، يعني كان في جروح ويعني فعلا انا عايز اقول ان الانسان بيبقى ليه عمر ربنا بيمحدده له. كان شكله ميت فعلا. فكان يعني سبحان الله كان محدد للدكتور ياسر عمر جديد وعهد جديد في حياته، يعني لاسرته بقى ولزوجته واولاده ولاسرته، ناس فاضلين جدا جدا يعني، ناس محترمين يعني.